السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله الحلقة الثالثة من دورة الربح من بلوجر وتفعيل حساب ادسنس. اولا كده هنبتدي النهاردة. في نوع من الناس، من اتنين: النوع الاولاني اللي هو بيقولك اشتغل بالمدونة بتاعتك بدومين اللي هو عادي مش مدفوع، بحيث اللي انت بعد كده لما تتقبل بعد كده بتبتدي تشتري الدومين نيم والحاجات دي. في النوع التاني اللي انا بفضله، اللي انت بتشتري دومين نيم على طول وتريح دماغك عشان ما نعيدش الحاجات دي اللي احنا هنتعلمها من الاول وجديد، يعني هيبقى كده كل الخطوات ماشية ورا بعضها، تمام؟ فطبعا انا هتكلم النهاردة على الموضوع ازاي تحجز دومين نيم. الدومين نيم دوت مش مكلف، او النطاق الشخصي ده مش مكلف. الناس مش بترضى تجيبه يعني عشان بتلاقوا سعره غالي شوية، ولكن لا، انا جبت لكم طريقة النهاردة ازاي تعمل الدومين نيم وتحصل على الدومين نيم بدولار واحد فقط. طبعا اللينكات او اي حاجة خاصة باللينكات اللي انا بشرحها او الكلام ده هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف، تمام كده؟ طيب خلينا كده. انا دلوقتي رحت اهو على الدوت، ودوت اللينك اللي احنا دوت اللينك اللي احنا هنشتغل عليه او اللي انا هسيبه لكم تحت. هتيجي هنا تخش جوه، لقينا اهو ان الدومين نيم موجود بكام؟ 0.99 دولار دوت كوم. طيب في ناس اما تيجي تخش على دوت مش هتلاقيه معمول ب 99 سنت اللي هو بدولار، لا مش معمول بكده. طيب ايه السبب؟ تخيلوا السبب بسيط جدا. لما حضرتك هتنزل تحت تتأكد ان انت مكتوب عندك يونايتد عرب اميريتس، تمام، وتتأكد ان العملة بتاعتك يو اس دي مش عملة تانية. طيب لو انا جيت هنا كده، انا بس عايز اوريها لكم عشان تبقى الامور واضحة بالنسبة لكم لما تيجوا تشتركوا، محدش يقول لا ده انا ما لقيتش اللي هو الدومين نيم بدولار دوت، تمام. انا كده حولت اهو للعملة اللي هي الايجيبشن باوند، العملة المصرية. شوفوا لقيته بكام؟ ب 190، مع انه هو نفس اللينك وهو نفس الرابط اللي احنا دخلنا عليه، تمام. طيب يبقى اي حد منكم هيبتدي يخش هنا ويلاقيه السعر غير ال 1 دولار دوت او غير الدولار واحد، هيقوم جاي نازل تحت، يقوم جاي مختار يونايتد عرب اميريتس انجلش، ويختار الاي جي بي دي بدل الاي جي بي دي هيخليها يو اس دي دولار. طيب هنيجي هنا كده اهو، ادي اليو اس دي دولار هجيبها، تمام. شوفوا اول ما جيت جبتها ايه اللي حصل؟ رجع تاني ب 0.99 سنت، جميل قوي. طيب انا دلوقتي بقى عايز احجز الدومين نيم بتاعي اللي هو دوت، هخرج بس من ده اهو، انا بعمل لكم الخطوات تاني، انا كنت بجرب كتير يعني، تمام دوت. وبعد كده هعمل سيرش. لما جيت عملت سيرش هنا اهو نفس الكلام برضو، الدومين نيم ب 99 سنت، تمام. هضغط هنا اد تو كارد، تمام. بعد كده هتأكد ان انا هنا الدومين نيم بتاعي سنة واحدة مش سنتين، هنقوم جايين نازلين هنا تحت، نقوم جايين كاتبين continue to card، هيحمل شوية، تمام. زي ما انتوا كده شايفين اهو الحاجات دي، لو انت محتاجها تمام، لو مش محتاجها يعني من وجهة نظر الحاجات دي مش مهمة دلوقتي. هنضغط هنا نو ثانك يو او نو ثانكس، نو ثانكس وخلاص، تمام كده. بعد كده هنعمل continue to card، جميل. هتأكد هنا ان الدومين نيم بتاعي، شوف هنا سعره بقى 10 دولار. طب ليه بقى 10 دولار؟ عشان محجوز سنتين، لكن لو عملته سنة واحدة هيرجع زي ما هو 99 سنت اللي هو 1 دولار، تمام. الحاجات دي مش هاجي جنبينا جنب اي حاجة، ولا دي ولا اي حاجة خالص، هقوم جاي نازل تحت، هقوم جاي كاتب تشيك اوت، طيب. هنا طلب مني الجيميل بتاعي والحاجة بتاعتي، تمام يا شباب. استكمالا انا هخش على جو دادي باستخدام تسجيل الدخول باستخدام الجوجل، هكتب اسم الايميل بتاعي اللي احنا لسه عاملينه وهضغط التالي، تمام كده يا شباب. انا هخش هسجل على
الجو دادي بمعلومات الايه الجيميل بتاعي. تمام، فجيت كتبت الجيميل اللي احنا لسه عاملينه وكتبت على الرقم السري بتاعي، وبعد كده اضغط على التالي. تمام كده، خلاص انا كده سجلت ودخلت بالميل. هنشوف ايه الخطوات اللي بعد كده وهنمشي مع بعض خطوة خطوة. تمام، هنا بيقول لي خلاص اهو هعمل حاجة اسمها تشيك اوت. تمام، وبعد كده هختار البلد بتاعتي ايجيبت، وهختار الحاجات كلها. طيب انزل هنا تحت اهو، خلي الحاجات دي برضو زي ما هي، كل ده زي ما هو. تمام، هكذا اضغط على سيف. تمام، هنا هيبتدي يحولني على البيمنت. تمام، زي ما انا كده. تمام، هقوم جاي هنا اختار الكارد نمبر. طيب احنا النهارده هندفع من خلال فيزيت فودافون كاش. هنعمل ايه؟ هروح على التليفون بتاعنا، طبعا هتبقى ضايف الفلوس بتاعتك على فودافون كاش. تمام، وهنطلع فيزا اونلاين. هنضغط نجمة 7000 شباك، وبعد كده اتصال. وبعد كده هختار رقم 3 اللي هي الدفع الاونلاين. وبعد كده هختار الفلوس بتاعتي، احنا اتفقنا اللي هي كانت 1 دولار، يعني نقول 17 جنيه. وابتدي بعد كده اضغط الرقم السري بتاعي. تمام، هتجيلي دلوقتي البيانات بتاعت الكارت بتاعي، هدخلها هنا معاكم دلوقتي. تمام كده، زي ما حضراتكم شايفين انا كتبت الرقم بتاع الكارت وكتبت الاكسباير وكتبت كل حاجة والسيكيورتي كود. الناس اللي مش عارفه السكيورتي كود ده، هتلاقيه مكتوب لك في الرساله حاجه اسمها كود التامين، ومكتوب جنبها سي في في، وهتلاقيه مكون من 3 ارقام. تمام، طيب بعد كده اضغط على كلمه سيف. تمام كده كله تمام. بعد كده اضغط على كومبليت بير شوز. تمام، هو عمل 99 سنت، ومش عارف قال لك في ضرايب وفي الحاجات دي 18 سنت، يعني كله 1.17. تمام، هضغط كومبليت.